بالنسبة لتنفيذ عملية، لو مسؤولي طلب مني أنفذ عملية داخل تل أبيب، أنا من يوم ما التحقت في وحدة الاستشهاديين، مبدأي ما كان الشهادة، أنا مبدأي كان مواقع عسكرية. بس من بعد اللي عملوه اليهود في بعض عائلات واللي قاعد بيصير حاليا في المدنيين، مجرد ما اتكلف او مجرد ما اني تطيح لي الفرصه داخل الخط الاخضر في مدنيين، سواء في بيت في منزل لو في غرفه وكان فيها اطفال، حفجر نفسي. لن اندم على اي طفل اسرائيلي ولو كانت روضه اطفال. يعني يكفي ان انا حكون شهيد وحاشفع ل70 من عائلتي، يعني اولادي معايا، زوجتي معايا، ابويا وامي واخواتي وكل اصحابي ان شاء الله، كل ما اقدر ان شاء الله. 70 يعني 70 نفر يعني بدهم يروحوا الجنه، هذول يعني بجرتي انا، هذا شرف كبير الي. مش حننتصر باذن الله الا بتكثيف عملياتنا الاستشهاديه لطرد العدو ان شاء الله عن اراضينا كامله. أنا بدي أنزل شهيد من شان الله والوطن، والله بعطيني حسنات وبدخلني الجنة. طبعا كل مساجين، كل سجين فلسطيني عربي في داخل السجون الإسرائيلية طبعا بسموه بطل، لأنه ضحى من شان وطنه، قاعد بالسجن من شان شعبه من شان وطنه. طبعا راح الناس يحبوه وراح يقولوا عنه بطل. شفت صاحبي قلت له بدي انزل الاستشهاد، قال لي ماشي نزلون. لبست الحزام ورحت على المخصوم اللي عم يستناني في الجنة، بقعد مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصحابة وحور العين، وبعطيني حور العين يعني بعطيني حسنات كتير. أنهار من عسل، يعني قد ما أحكي لك بقدرش أوصف لك الجنة، ما حد بيقدر يوصف لك الجنة. لا عمليا كيف، هي اشي حياة طبيعية، يعني اللي بده بتزوج بتزوج، اللي ما بده ما بتزوج. انا شخصيا مشيت في طريق اللي هي السياسي والشهادي والوطن والله عز وجل، فحبيتها كثير، مش حابة حياة الدنيا. انا ما بدي الحياة الدنيا، انا بدي الآخرة عند الله عز وجل، الأجر عند الله عز وجل وهو الجنة ورضا الله عز وجل، وبريح ضميري اني عملت اشي لشعبي، هاي احلى أجر. كنت عارفة وين بدي اروح، كنت على القدس الغربية في مطعم سبارو اللي عمل فيه العملية الاستشهادية البطل عز الدين الشيخ المصري. كنت حابة أقتدي في هذا الإنسان، وكنت مخططة من البداية، يعني من أول ما فكرت في العملية أني أنزل في هذا المكان، يعني مخططة فيه. يعني بالنسبة للتفجيرات اللي صارت أول مرة في أمريكا في 11 أيلول، كانت لها ردة فعل لكل العالم الإسلامي انه انبسطوا. الجنة ربنا وصف لنا الجنة في سورة الرحمن، سورة اسمها الرحمن، ووصفها في عمقها. بعدين انا بكون زي ما سمعتوا في 72 حور في الجنة، انا بكون اجمل الحور، بكون من الحور يحق لي الزواج. ثم أنا الشهادة وسام شرف لأهل الشهيد في الدنيا غير مقامه في الآخرة، بتعتبر نعتبرها إحنا وسام شرف لأهله في الدنيا. هذا كله كلام رب العالمين مدعم في من الكتاب، من القرآن الكريم، ومدعم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث ومن أقوال الصحابة
كلياته مدعم. ما طبعا هذا شيء، هذا كلام رب العالمين، ما بنقدر احنا نخترعه من عندنا. لما الشهيد بنزل الجنة طبعا له المقام الكبير، له الدرجات العلى، فيه حور العين. يعني ما بقدر اوصف لك شو فيها الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني شو بدي اضل اوصف لك، بقدرش اوصف لك. والى جانب ذلك الشهيد يشفع في 70 فرد من عائلته. في الانفجارات اللي صارت في لندن وزعنا حلو كتير كتير، لأنه برضه هم هدول أعداء، أعداء الإسلام وبيحاربوا بالإسلام. إذا طلب الأمر مني وكان لابد، ليش لا؟ مش خسارة لأرضي ولرب العالمين إن أكون شهيدة، هاد شرف لإلي طبعا. مش كل واحد بنول الشهادة، نياله اللي بطلب الشهادة وبنولها. يعني كنت أتمنى إن أنا أكون شهيدة، يعني أموت إذا بدي أموت أموت شهيدة، فيش أحلى منها الشهادة. والشهيد لما يستشهد يعني في مكتوب بالقرآن الكريم إنه حلو حلو تكون الشهادة، بشعرش في أي إشي لما هو حتى يفجر نفسه أو حتى إنه يطلقوا عليه رصاص أو إشي، بالعكس بتكون بشعر بسعادة كتير يعني حلو، بصير يتمنى إنه يرجع كمان مرة ويحاربهم عشان يرد كمان مرة يستشهد. بالنهاية هدفنا إنه أي إنسان، أي بني آدم إنه يحارب الإسلام، يكون عدو للإسلام وللمسلمين. بالنهاية إنه يعني يكون حلال الواحد يعني إنه ينقتل. يعني بدي أحكي شغلة، إنه إحنا بس كمان مش إنه بس إحنا من قتل الاحتلال اللي هو مثلا بيقتلنا، في إحنا هنا إلنا إلنا هدف بالحياة إنه نشر الإسلام. يعني كل إنسان مين ما كان، طبعا هي حركة حماس مش دين يعني تاني، هو دين الإسلامي، دين شمولي بيجمع بين كل العبادات بما فيها الجهاد في سبيل الله والحياة بشكل عام كامل. يعني لا تقف بس على الجهاد أو تقف على شيء يعني محدد في الدين. نعم، وهي أكبر مثال حركة حماس الآن في تخوض الأعمال الاجتماعية وأعمال سياسية والحياة بشكل كامل. أي بالقرآن بتقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا وعد من ربنا عز وجل. أنا الذي يستشهد دفاعا عن وطنه وأرضه يكرمه الله، يرزقه الله في سورة الرحمن الآية تقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نازل في العملية أجال إيش بكل إرجع وبتوصل رسالة بغير، إما بكتابي أو جريدي أو بإشي غير. إن أنا انتبهت إنه هذا الحكي مش راح يلفت له النظر. مزبوط، هو كان إلي محبة إني أطلع على الجسمه إني أشوف مثلا الحياة مثلا الأخرى أو ما إلى ذلك. العملية باعتبار نفذت إلا إنها بقت بالفشل. كان في جندي وجندي وشكوا في الأمر وجابوا تعزيزات القوات الإسرائيلية، إلا يعني في هذاك الوقت صار يعني أجدهم يقبضوا علي، قمت كبسة وقعت، يعني نفذت باعتبار. أنا صوبت قعدت تقريبا شهر في المستشفى، صبت في بطني طبعا، صبت في أمعائي وصبت في بطني وتقطع عندي أمعاء وصار تقطيب، حصل تقطيبين يعني ووصلوهن. أما يعني الحمد لله. فتكريس الاحتلال علينا
هو اللي جعل علينا ايش جعلنا انه ايش نقاوم في سبيل الله. وبعدين محمد يعني لو ماخذه بيفهم محمد وغيره انه هناك في زواج احسن من زواج الدنيا وهذا. فحسب ربنا عز وجل اوعد الناس الشهداء انه هناك 70 حريه ينتظرون الشهيد، فالكل بيطمع على انه ياخذ حريه وليست ياخذ مراه عاديه في هذه الدنيا الفانيه التي لا تنفع اصحابها باقل القليل من الاخره. ما هم اصلا هم كفار بفكروا يعني انه لما الواحد بنقتل يعني الشهيد بنقتل انه بنطم يعني خلص في جوره ما فيش جنه ولا نار. يعني لو بيعرفوا انه بيطلع على الجنه وبنبسطوا وبتجوز وبكيف يعني في الجنه ما كانوش يقتلوا يعني زي كده. هذا شيء اكيد يعني، فبتروح له تحكي له اني نازل اتجوز. يعني احنا عندنا بنابلس بشخيم يعني الحكي هذا يعني بالخص مخيم بلاطه. يعني انا نازل بحزام كباس، انا اعتقلوني من وسط مدينه رام الله الساعه 4 من داخل قهوه يعني وسط مدينه رام الله. فكانت ثاني يوم العمليه منفذه فما صارش النصيب. يعني كان الحزام كنت شالحه انا حاطه بتوني يعني بمنطقه بتوني. يعني نازل يعني عامل اشي مش خايف عليه يعني لحد الان، ندير بالنا عليها ونبارك فيها فالحمد لله بالامين. فاحنا ديننا وشعبنا يعني الله بنظر البني ادم بتطلع عليه. يعني البني ادم اذا ما بدأش حاله صغير يعمل من الصح من غلط يحكم حاله ويكون بني ادم حر فبيعرفش ايش. لازم انت مبدأ كنت صغير تعرف من الصح من الغلط. فانا يعني نازل بشي يعني بالنسبه للجيز ولا هذا، انا نازل بسبيل الله بس ارض رب الحمد لله بالامين مش اكتر. والله أول ما نحط الحزام علي يعني شعور ارتفعت ومعنوياتي قويت أكتر، يعني مفيش أي تردد للخوف. أنا يعني لما نحط الحزام علي راسي ارتفع الحمد لله وفيش أي تردد للخوف، يعني رفعته بعزيمة قوة يعني إني أنا طالب الشهادة. طلع من السجن ولاقي الموضوع هو فبعني بعرفش واحد شو دايما جزء رد عيدها مرة أو مرتين وثلاثة. يعني بحكي وبخافش بحكي إشي دوري. لما حطيت الحزام على صدري طبعا هذا شرف إلي، وبالنهايه ان انا يعني الايمان بالله اهم شيء، ان واحد يكون مؤمن بالله. في ناس بتحب تلبس حزام، في ناس بتحب تطخطخ، او في يعني كل واحد تخصصه. يعني الحمد لله فيش كانت علاقتي يعني مع بنات، بس يعني كنت يعني انا بكونش بني ادم الا تكون علاقتي مع بنت. في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أبارك الأخي، أبارك لك أخي أبو عدي أن تمت الموافقة، موافقة اللجنة عليك أن تكون استشهادي بعد أن قدمت طلبا أكثر من عام، لك أكثر من عام، وقد جاءت الموافقة من إخواننا على أن تكون استشهادي. هنيئا لك أخي، هنيئا لك. الحمد لله، الحمد لله، اختارني الله سبحانه وتعالى. سلم لي على حبيب محمد رسول الله في الجنة. اللهم إن شاء الله أنت قد تم يعني اختيارك من قبل إخوانك الذين كانوا. نعم، أنا حياتي هي حياة عادية كأي مواطن عادي. أنا إنسان مثقف، انتهيت من دراستي الجامعية، وأنا أعمل كأي من أفراد شعبي، أعمل في مجال عملي والحمد لله أنا سعيد جدا. وقتلاهم في النار، الله سبحانه وتعالى يعني أعد الجنة لعباده المؤمنين. ولكن طريق الجهاد هي أقرب طريق لنا. أتعامل مع الناس بتواضع وبإخلاص، والحمد لله لا ينقصني شيء، ولكن أنا أسعى إلى أن أكون من الشهداء وأسعى أن أكون من المجاهدين. فالحمد لله سبحانه، فالحمد لله أنني
عندي فكرة القبول إلى يعني إلى الزواج، وعندي فكرة إلى أن أكون يعني من الشهداء بإذن الله تعالى، وهذا لا يضر ذلك ولا يتناقض مع ذلك، وأنا سأكون إن شاء الله بإذن الله تعالى أحد إن شاء الله الاستشهاديين. ولكن أقرب طريقة إلنا نحصل بها على حور العين هو الاستشهاد في سبيل الله. بالنسبة لحور العين هناك يعني استفاض الحديث بالنسبة لحور العين كما ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. الحور العين طبعا هؤلاء مخلوقات من الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يعني ليس كنساء الدنيا، إنما يرى ظاهرهم من باطنهم، وهؤلاء لو طلعت إحداهن على الدنيا ما رأى الإنسان أخيه الإنسان لما يروا من شدة يعني نورهن ومن شدة جمالهن. عمل أهل الجنة قطف الثمار، قطف الثمار وفض الأبكار والمشي على شواطئ الأنهار. طيب وش كمان؟ قال والجلوس مع النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبة للأم هي أمي، دائما تذكرني بالله ودائما تحرص أن أكون يعني حريصا، ولكن إذا ما جاء خبر استشهادي فكنت قد أوصيتها بأن تقوم بالزغاريد. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ. الله أكبر. طبعا هذا الحزام تقريبا 5 كيلوغرام، 15 كيلوغرام من المتفجرات. طبعا هذا يحتوي على مواد شديدة الانفجار، وطبعا به عدد من المسامير ومن الشظايا الصغيرة التي تحاول أن توقع أكبر عدد من القتلى في صفوف العدو. ما بنقبل بإنسان يعني، في اليوم بيجينا مئات الناس. إن شاء الله بعد إن شاء الله ما تدعس على الزر إن شاء الله تعالى الحزام هذا وتطير جسدك. يا سلام، كيف هيك يعني أنت تكون روحك إن شاء الله يعني تصعد إلى السماء وتفتح لها يعني أبواب السماء السبع. طبعا إحنا بنعلم في الأكاديمية العسكرية، تخصصنا التدخل السريع، بنبعته يرابط مع الشباب ومن ثم بنبعته يرصد عملية رصد على الحدود، ومن ثم من أثناء الرصد بيبرق جيب حاجة عام كامل برابط يعني حتى يتعود على الصبر، يرابط هناك على الحدود على الثغور، يرابط في ظلمات الليل، احنا كنا بننام وهو برابط بيحرص ثرى فلسطين الحبيبة بيحرص. والله لو أخرجنا اليهود من فلسطين، لو أخرجناهم من فلسطين وأخرجناهم من بيت المقدس دون أن يسلموا ولو ذهبوا آخر العالم، سنلاحقهم وسندعوهم إلى الإسلام وندعو بوجه الإسلام وندعو جميع النصارى للإسلام. نعم نعم، ديننا دين الرحمة. نعم، أنا أوصي أولا يعني الإخوة المجاهدين في سرايا القدس أن يستمروا في عملهم المقاوم. وقمنا بأكثر من تجهيز 50 استشهادي في القطاع لتصدي لجند الاحتلال. هم معهم دبابات، هم معهم طائرات، هم معهم صواريخ، ولكن نحن معنا الله، ولكن نحن معنا الله. سندعو الله أن يخلصنا من هذه الغمام. الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون، نحن لا نحب الحياة، نحن طلقنا الدنيا بالثلاثة، نحن الذين عمروا آخرتهم.
في الحقيقة الحمد لله رب العالمين. يعني بالنسبة للقبر والنيام في داخل القبر 40 ليلة وما يزيد، طبعا هذا لكسر حاجز الخوف. تحدث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا عن الشهداء، فكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن آلام الشهيد تحدث أنها كآلام القرصة أو أقل من ذلك، فالإنسان لا يشعر بآلام القرصة. فنحن نقول فلان سقط عليه صاروخ أو فلان تفجر جسده، هذا لا يشعر الشهيد أو يشعر بأنه يعني بآلام، إنما يشعر بلذة. كرامات الشهيد كثيرة، كرامات طبعا تحدث عنها. أنا أعتبر القبر هو حاليا جزء من حياتي، وأعتبر أنه القبر كصديق، ويوميا أنا أزور تلك القبور وأزور المكان الذي أنا أجلس فيه، فأتذكر يعني فيه الموت، وتذكر فيه حياة البرزخ، وتذكر فيه الصالحين من عباد الله الذين قد ماتوا.